تواضع. تواضع مسرحية فصل واحد للكاتب الفرنسي بول هيرفيو. ترجم المسرحية الدكتور أنور لوقا ويخرجها بهاء طاهر. أهو شيء يثير الارتباك حقا هذا الذي تود أن تقوله لي؟ إنك تدركين ما هي المسألة. كلا، ودورانك بالكلام حولها يبعث في الضيق. أدخل إلى صميم الموضوع. فليكن، هأنذا أحزم أمري على المغامرة بكل شيء دفعة واحدة. يا عزيزتي أنريت، إنك بنت عمي وأنا عازب وأنت أرملة، هل تقبلين أن تصبحي زوجتي؟ يا عزيزي جاك، ما هذه الفكرة التي تراودك؟ لقد كانت صداقتنا صافية من كل كدر، والآن سوف تغضب مني. لماذا؟ لأنني لن أجيب طلبك وفق رغبتك. ألا تريدينني زوجا؟ لا. أفلا أعجبك؟ إنك ابن عم لطيف، ولكنك لست الزوج الذي يناسبني. ماذا تعيبين علي؟ لست أعيب عليك شيئا، هو نتيجة خطأ منك، وإنما أنا أحضر طبعك الخاص عندما أرفض أن أضع زمام حياتي بين يديك. أنا لا أتصور ما الذي يمكن أن تخافيه. أولا ترى يا صديقي، إن تطورا قد بدأ يسري في نفوس النساء. أنا واحدة من كثيرات يريدن منذ الآن أن يعاملن لا معاملة الدمى كما كان الأمر، بل معاملة مخلوقات عاقلة. وأنا شخصيا متألمة من أنني لم أكن حتى يومنا هذا إلا امرأة يتغزل فيها الرجال، ولعلها تافهة أو سريعة الغرور. لقد كنت دائما امرأة عذبة رائعة. ها هي ذي بالضبط كلمات المبالغة التي ولدت في الوساوس. افهم الأمر يا جاك، لقد نما وعي وقررت قرارات هامة. اشرحي، ماذا تعنين؟ قررت أن أرتقي، أن يزداد قدري خلقيا وعقليا، وفي هذا السبيل أحتاج لمن يرشدني، لمن ينقذني. ولكنك قد حزت فعلا كل الصفات التي يتصورها الخيال، فأنت عطوفة، ممتازة، كريمة. عفوك. وأنت ظريفة، رزينة، فنانة، أنيقة، حلوة. يا للأسف، هذه هي اللغة التي خاطبوني بها دائما، وهذا هو ما تواصل ترديده لي. إنك دائما تؤيد رأيي، إنك تعجب بي دون تحفظ، وأما أنا فأحلم بمن يؤنبني، يعارضني ويفجرني. لن تحتملي ذلك. بلى، لسوف يسعدني أن أفيد من ذلك. إن تدخلا من هذا النوع خليق بأن يطربني. أما أنا فسوف أضحك حقا لو أوتي أحد حماقة أن يلبي مرة واحدة فقط هذا النزق الذي استولى عليك. وإلى أن يحدث هذا، أنت تعترف بأنك لا تجد في نفسك أي استعداد لأن تتولى الإشراف علي بذلك الحزم الذي أتكلم عنه. وكيف عساني أفعل ذلك؟ إن كل شيء فيك يعجبني، وكل شيء فيك سوف يعجبني دائما. تلك حال تدعو للرثاء، ولهذا رفضت عرضك مباشرة. لن أعيد تجربة الزواج إلا وأنا متأكدة من أنني لن ألقى فيها التملق اليومي ولا الخضوع لجميع نزواتي. يجب على الذي سيقترن بي أن يقوم بتنبيه إلى نقائصي وبتصحيح غلطاتي. عليه أن يشعرني بأنني أتحسن، بأنني أكتمل بفضل تأثيره القوي. والزوج الذي من شأنه أن يحقق مثلك الأعلى، هل قد لاح لك فعلا؟ من يدري؟ ليس في ملامح ألبير. ولم لا؟ حقا؟ إننا نتكلم بقلب مفتوح، أليس كذلك؟ طبعا. لذا لن تستاء من بعض الثناء على ألبير. وكيف أستاء؟ إنه صديقي. إذن فأنت حسن الرأي فيه كذلك. بكل تأكيد.
فما هي صفاته الحميدة في نظرك؟ أوه. يا إلهي، إني أستطيع أن أأتمنه على المال. لم أسمع بعد من يقول عنه إنه لص، ولكن من النواحي الأخرى أحسب أنه شخص قوي الإرادة. ها؟ بل فظ. أنت حر، أما أنا فأتوسم فيه مخايل الإمرة، مما يجعلني أسترسل في الأحلام أحيانا. إن ألبير يعرف إذا استدعى الحال أن ينظر إلي نظرة لا تخلو من قسوة. إنك تخطئين في تقدير تلك النظرات، فهي بكل بساطة عدم ذكاء، حيوانية. اذهبي إلى حديقة الحيوان، هناك النعامة والثعبان والخرتيت، تشعرك بأنها تنظر إليك نظرات قاسية أيضا، كما ينظر ألبيرك. ألبيري، ألبيري، إنني لست أتملكه بهذه السرعة، فما زالت مقدرته عندي بوصفه مربيا ورب بيت في حاجة إلى مزيد من الإثبات. بحق السماء يا عزيزتي أنريت، كفي عن هذا الهزل. أي هزل؟ صارحيني بأنك إنما أردت أن تتلاعبي بي، أن تختبري حبي، أن تثيري غيرتي، أن تعذبيني. حسن هذا، لقد أفلحت. دعي عنك هذه اللعبة القاسية، إني أختنق، أود أن أبكي. يا صديقي العزيز، إن انفعالك يحزنني كثيرا، وما أطلب إلا أن أستطيع مواساتك، غير أني في سبيل ذلك لابد أن أكذب. فلقد رسمت بغاية الدقة خطوط صورة الزوج الذي سوف أتخيره. يؤسفني أنك تختلف عنه كل هذا الاختلاف. عديني بأنك سوف تفكرين في الأمر. خير لنا في هذه اللحظة أن نفترق. لا تصديني هكذا، لا تمنعيني من مواصلة الدفاع عن قضيتي. وما الفائدة من ذلك؟ إني لو رققت لك فسوف أعللك بآمال كاذبة، وليس للطفك نحوي وطبعك المجامل مكان محدد في نفسي. مرة أخرى، لن يشاطرني الحياة إلا من يثبت قدرته على أن يكون رقيبها الصارم. أتوسل إليك، ألقي بنفسي عند قدميك. لا يا جاك، لنتلافى كل ما من شأنه أن يزيد هذا الموقف إيلاما. ثم إنني مشغولة، فهناك مكالمة تليفونية تنتظرني. لا 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 لا, لا تذهب. بل لابد أن أجيب، وأنت لا تمكث هنا الآن، لا سوف أغضب إذا وجدتك مقيما. أنريت، سوف نلتقي فيما بعد يا جاك، فيما بعد. انصرف. لن ينقضي الأمر بهذه الصورة، فالزوج الذي سيحقق لها السعادة هو أنا، لا النعامة ولا الثعبان. نعم، لن أدخر سعيا لأحول بينها وبين أن تتزوج ألبير. ولكن ماذا عساي أن أحاول؟ ماذا؟ إنها لفكرة. أجل، ها هو ذا. صباح الخير يا غريمي. لقد انتهت يا عزيزي منافستنا. كيف هذا؟ لقد تحدثت الآن مع صديقتنا أنريت، إنها لن تتزوج منا أحدا. هل كلمتك عني؟ بإهمال. ماذا قالت لك؟ ليس من اللطيف أن أعيد الكلام. يهمني أن أعرف. حسنا، هناك هذه النقطة، وهي أنك لم تعرف خيرا مني كيف تستكشف الطرق التي تؤدي إلى قلبها. لقد كنا دون أن ندري إزاء امرأة عالية الفلسفة تكره التملق، ويبدو أنك أغرقتها بالثناء. أنا؟ أنا لا أكاد أوجه إليها ثناء. لقد وجدت أن هذا كثير عليها، وفوق ذلك إنك لا تكتم إعجابا بها. مضحكا. لست أنا الذي أقول ذلك، بل هي أنريت، فهي التي استعملت كلمة مضحك. إنها تبحث في زوجها الجديد قبل كل شيء عن قائد لضميرها،
ولكنك لم تبرز ما يدل فيك على استعداد للسيطرة. ومع ذلك فقد حدث لي أحيانا أن جادلتها. أظن أنك تكلفت الكثير من الرفق في مجادلتها، لم تكن لهجتك لهجة الآمر، ولعلك لم تدفع عن نفسك ميلا إلى الصفح عن عيوبها، لعلك ابتسمت بدلا من أن تعبس فحلت الكارثة. وهل كنت أستطيع أن أخمن؟ ما باليد من حيلة، إن في طبع أنريت هذا الشذوذ، لكي يفوز امرؤ بقلبها عليه أن يذل كبرياءها وأن يبين كل نقائصها بعنف. من جهة العنف نعم عنف شديد، إني أعلم فعلا أن هناك من النساء من يطربن بهذا. إن طبيعة تكويني لا تهيئ للنجاح في هذا المضمار، وأنت كذلك، أليس هذا صحيحا؟ جاك، إن حديثك معي بهذه الصراحة لدليل عظيم عندي على محبتك. البير، إنك تخجلني. هل لك أن تتكرم بفضل آخر؟ أنا في خدمتك. إذن لا تكشف أبدا لأنريت عن أنك الذي علمتني طريقة التودد إليها. لك عهدي. ولكن ما غرضك؟ من الضروري أن تعتقد هي أنني من تلقاء نفسي وبفطرتي وحدها أكلمها بالطريقة التي سوف أكلمها بها. صحن، أتشرع في محاولة بالأسلوب الحازم؟ بالضبط. مرحى، إن هذا القرار مما يشرفك، ولكن لنتجنب أن تفاجئنا أنريت ونحن معا في هذه الحال سينكشف أمري. هل لك أن تتوارى فورا؟ بكل سرور، فعندي مهمة يجب أن أقوم بها، وسوف أعود لأستقي أخبارك. شكرا يا جاك. إلى اللقاء يا ألبير. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. أني أعجب بها يثير الضحك. إني لا أحسن التصرف معها. لسوف ترى. صباح الخير أيها الصديق العزيز. هل قابلت جاك؟ لا يا أنريت، لم أقابله مطلقا، وأحمد ذلك لنفسي. وما السبب؟ لأني كنت خليقا بأن أستاء من أن أرى عندك مرة أخرى أيضا رفيقا لا يليق بمقامك. ألديك ما تلومني عليه؟ بلا تهاون نعم. بشأن موقفي من جاك؟ ليس هو وحده من تسلكين معه كما لا ينبغي أن تسلكي. مع من غيره؟ مع سادة كثيرين. صحيح، إنك من يسمونها لعوبا. عجبا، هل في هذا العيب؟ فيك، إنه واحد من عيوبك. يا لحزمك وأنت تنطق بهذه العبارة. لا يهمني إن كنت أغضبك. كلا يا عزيزي ألبير، بالعكس، إنك لا تستطيع أن تعلم إلى أي حد يحالفك التوفيق وأنت تخاطبني بهذه الطريقة، شيء لطيف. أنا لا أشغل نفسي بمعرفة ما إذا كان التوفيق يحالفني أم لا. أنا أعبر عن رأيي حسب طبعي، وهو قبل كل شيء طبع يحب السيطرة. بحق يا ألبير، إنك في هذه اللحظة رائع. إنني في حالي الطبيعية. ألبير، أتكون في الواقع أنت الذي... أنا أجهل ما عسى أن تكون هذه الفكرة التي لم تكمليها، ولكنك إذا كلفتني بأن أرسم لك خطا للسير فإني كفيل بأن لا أتركك تنحرفين. يا صديقي الأمر على ما يرام. ابدأ فبين لي فيما أخطئ وأسلك مسلك اللعوب. ما عليك إلا أن تتذكري ماذا يحدث عندما تصلين إلى مكان فيه ندوة اجتماعية. أجل. إلى سهرة أو إلى مسرح أو إلى السباق، في الحال يهرع من كل جانب من يعرفونك من الرجال، ويهرع من لا يعرفونك لكي يقدمهم إليك أصحابهم. وإذا الناس يحيطون بك ويتملكونك، وإذا أنت مركز للمزاح يلفت أنظار الجمهور. أكون شاكرا فضلك لو أنك قلت لي إلى ما تنسبين هذه الظاهرة؟ لعمري يمكن أن أنسبها إلى أنني جذابة، فلعلي لطيفة المعشر. هناك نساء كثيرات لسنا أقل منك لطفا.
إنك ترغمني على أن أعترف بذلك. ولكن أولئك النساء لا يحببن أن يتزاحم الرجال على طريقهن، إنهن يتصرفن بحيث يدفعن الناس إلى معاملتهن بمزيد من الوقار، ويتحلين بامتياز أنظر، بنوع من العزة يقدر بك أن تكتسبيه. ألف شكر، ألف شكر يا صديقي العزيز على هذه الملاحظة، إني عارفة بجميلك هذا. الأمر على ما يرام. سوف أراعي في المستقبل ما نبهتني إليه من هذا النقص. وشيء آخر. ماذا؟ هل عندك نقد آخر توجهه لي؟ عندي الكثير. في هذا الحال عجل بالحديث. الأمر على ما يرام. فلنكمل هذا الحديث بسرعة أرجوك. أولا، كان عليك أن تصلحي في نفسك إسرافا في العاطفية لا يكاد يغتفر إلا للأطفال الصغار. إنني أبحث عن السبب الذي يقوم عليه هذا التأنيب، وما ألطفك حقا لو أخبرتني به. مثلا ذات يوم في الريف، عاجل، رأيتك تتحصرين على فأر مسكين وقع بين مخالب قط، وبعدها بقليل ملأت عينيك الدموع لأن القط المسكين قد اختنق وهو يبتلع الفأر المسكين. إني أتذكر، نعم نعم، إنني رفيقة بالحيوانات شديدة الرفق، ولم يخطر لي أبدا أن الإنسان يمكن أن يخجل من الإسراف في الرحمة. أوه، إن الذي ذكرتك به الآن شيء تزول أهميته، لو أنك لا تظهرين في مناسبات أخرى ميلا مفرطا نحو الأحاديث السخيفة التافهة. هنا أستوقفك، إنك تجعلني أشك في فطنتك يا صديقي المسكين. أنا لا أهتم على وجه التحديد إلا بالآراء النبيلة والمسائل الكبرى. مع ذلك، فمنذ يتخذ الحديث نحوا جادا بعض الجد، من المؤلم أن يلاحظ جلساؤك مبلغ ما يعتريك من الشرود، فأنت تتساءبين وتسبح نظراتك في الفراغ. من هذه الناحية فعلا لست أخفي عن نفسي أنني مصابة بعيب. أنت ذي ترين بوضوح. نعم، فعندي استعداد مؤسف إلى فهم الأشياء قبل أن يفرغ قائلها من التعبير عنها. إنني أفهم بسرعة فائقة، ولذلك بينما يتأنى الآخرون في شروحهم إذا بذهني أنا ينفض صبره فيركض ويسبقهم. يا عزيزتي أنريت، إنني كلما امتد حديثنا على هذا النحو أستكشف فيك رذيلة خطيرة. وما هي من فضلك؟ إن رذيلتك الرئيسية هي الغرور. مغرورة أنا؟ هذه حماقة. ألا تعترضي؟ فإنك تقابلين كل نقيصة أبينها لك بتأويل فيه ثناء عليك، وفي الحال تثبتين أن أخطائك الظاهرة إنما تنبع من أنك أفضل من الناس وأزكى من الناس. إنك تضايقني في آخر الأمر. وعلى كل حال، فلن يكون غروري عظيما إذا أنا حسبت في ظروف معينة أنني أرقى من الشخص الذي يواجهني. أفترض أنك لا تشيرين بذلك إلى الظرف الذي نحن فيه؟ بل أنا بالتحديد أشير إليه. هنريت، كلا كلا، إني أخمن ما يدور في نفسك. ماذا تخمن؟ لن يخدعني غيظك المفتعل. لقد أردت أن تختبري هل أنا رجل يعتريه الخوف أمام ثورة من جانبك. إذن فاعتبري، والآن أنتقل بهدوء إلى موضوع هندامك. موضوع هندامي؟ هل تبلغ بك الجرأة؟ سوف تكون هذه هي آخر نقطة أتناولها اليوم. وغدا تود أن تستأنف كلامك؟ هل تتصور أنني سوف أصغي إليك مرة ثانية؟ إنما أنت فقدت الإحساس الخلقي. إنك أنت المغرور بظنك أن كل قذف مباح لك. إنك أنت التافه، بل إنك صبياني تعس مشاكس. هل تدركين مدى الكلام الذي تتفوهين به؟ نعم، فأنا أنتهز الفرصة لكي أحذرك من عجزك عن أن تذكر الناس إلا بالشر. إنك تتمادى في جنونك إلى حد أنك تأتي لتذم نفسي لنفسي. وعلى الإطلاق لا توجد في محاوراتك فكرة عامة، وإنما فيها دائما تفاصيل حقيرة عن الأشخاص، صغائر هينة. هل تقصدين بذلك أن مخي فارغ؟ إنه لا فارغ،
لولا أنك تملأه كل صباح بما تقرأه في صحيفة اليوم. إنني أخطأت إذ اشتركت في صحيفتك، فقد كانت نتيجة ذلك أنني في معظم الأحيان أعرف مقدما بأي طريقة ستفكر. في رأيك أنني أردد ترديد ببغاء بدرجة من الإجادة أقل، لأن الأمور تختلط في ذاكرتك بينما الببغاوات لا تخطئ. ولكن لقد تعديت كل الحدود، ويدهشني أنك بششت في وجهي كل هذا الوقت الطويل ما دمت ترين أنني مطبق الغباء. ذلك أنني كنت أظنك منصفا حيالي، وهل كان يخطر على بالي أن أقل أفعالي كانت موضع ترصدك بكل هذه النية السيئة؟ لقد جرحت شعوري جرحا مؤلما. وأنت أيضا، إنني أحمد السماء التي أتاحت أن يدور بيننا هذا النقاش، فإني منذ الآن أكتلي حقيقة العواطف التي كنت تكنها لي. إن كل منا يكتلي الحقيقة، وفعلا لقد حان الوقت لذلك. إنني أرتعد عندما أتمثل أنني كنت على وشك أن أطلب يدك يا عزيزتي. ولكنك يا عزيزي لو كنت أبديت لحظة مثل هذه الرغبة لكنت أمرتك فورا بالخروج. يا إلهي ما هذا جاك؟ ما أسعدني بمجدك. نعم، إنني مسرور جدا بأن تنتهي هذه النجوة. فما الذي جرى؟ هذا الأستاذ. لا، إن سيادتها هي التي. تصور يا جاك. يا صديق العزيز. عفوا، سأتكلم أنا أولا. إنكما في هذه اللحظة من شدة الاحتداد بحيث لن يتسنى لأحدكم أن يقنع الآخر. أنت يا ألبير، يحسن بك أن تذهب لاستنشاق الهواء. سوف يسعدني ذلك، وذلك سوف يتيح لي هنا أن أتنفس. ألبير، في غيابك سأعالج سوء التفاعل. لن أغفر لها. وأنا أيضا. كفى. وداعا يا سيدتي. وداعا يا ألبير، وداعا. أنا قد تخلصت من أبغض إنسان في الدنيا. احكي لي. هذا الشخص قد اختلق صفات شنيعة ينسبها إلى طبعي لكي يبخس من قدري في نظر نفسي. وما ذاك؟ قال أشياء سخيفة وحشية إني أشمئز من مجرد ذكرها. دعك من التفكير فيها يا عزيزة المسكينة. إني أتمثل بوضوح أن ألبير لابد قد ارتكب في حقك ذنوبا كبيرة حتى أخرجك هكذا عن سكونك. أليس كذلك؟ هل ترى الحق في جانبي؟ بكل صدق؟ نعم، إنني بهذا أحسن حالا. عندما لمحت أنك غاضبة قلت في نفسي على الفور إن الحق مع أنريت. أنت عظيم يا جاك. قلت ذلك في نفسي لأنني أعرفك سمحة متزنة. يمكن أن يقال ذلك عني إنصافا لي. إنك على كل حال تصدرين عن أدب جم، عن رقة نفس مرهفة. إنما أنت تعرفني. أجل، وأشهد أنك لست أنت أبدا من يمكن أن تؤخذ عليها هفوة، فإنك معصومة من الخطأ بفضل ما تتحلين به من دماثة خلق عجيبة، من نبل في الروح لا نظير له. دون الإمعان في البحث، هل كنت معك يوما سريعة الغيظ؟ كلا أبدا، إنك تحتملين كلامي بصبر ورقة وتواضع. أنا أذكر مع ذلك أنني منذ برهة قد ألمتك. نعم، لقد شعرت بالشقاء حقا. ولقد كنت مذنبة جدا حيالك، فإنك أنت صديقي الحقيقي. صديقي الوحيد. أثبتي أنك ترين هذا الرأي بإخلاص. وما الذي ينبغي أن أفعله لذلك؟ أعهدي لي بمستقبلك فلنتزوج. إنني في هذه الدقيقة أفكر في الموضوع. انتظر. فما الذي يدعوك إلى التردد؟ جاك، هل تتذكر المبادئ التي طالبتك بها منذ بضع لحظات؟ أظن أنها ما زالت تتردد في سمعي. بناء على ذلك، هل تدرك أن نفسي خالية من الكبرياء؟ إني متأكد من ذلك. وهل صح عزمك على غرض التثقيف الأخلاقي الذي سوف أسعى إليه إذا رضيت كزوجا؟ صح عزمي. إني أفرض عليك إذن شرطا. ما هو؟ أن تقطع على نفسك عهدا مقدسا. أمليه علي. هل تقسم لي على أن تنبهني بلا رحمة
كل مرة تكتشف فيها عيبا من عيوبي؟ نعم أقسم. إذن لك وعدي. يا زوجتي العزيزة، يا زوجتي العزيزة. استمعتم إلى مسرحية تواضع. تواضع مسرحية فصل واحد للكاتب الفرنسي بول هيرفيو. صور الشخصيات كريمة مختار في دور أنريت، نور الدمرداش جاك، زكريا سليمان ألبير. تواضع من ترجمة الدكتور أنور لوقا. المسرحية من إخراج بهاء طاهر.